يتم نقله وتبادله بين المرسل والمستقبل، هذا يسمى خطبة أو رسالة كما يقولون. أي أن الرسالة هي المعلومات التي يرسلها المرسل أو المستقبل إلى الآخر. إذا أرسل المستقبل إلى المرسل حديثا فهو يعد من الخطبة، وكذلك إذا أرسل المرسل المستقبل حديثا فهو يعد من الخطبة. ومعنى ذلك أن الرسالة تعني الخطبة التي يلقي الخطيب لتحمل المعنى إلى الآخرين. العنصر الثالث من عناصر الخطابة الوسيلة. ما هي الوسيلة التي تنقل بها الخطبة؟ هي القناة التي تحمل الرسالة أو معانيها وتنقلها إلى الآخرين. والوسائل كما ترون معي قنوات المباشرة وقنوات غير مباشرة. القنوات المباشرة التي تقوم بنقل الخطبة، القناة البصرية العين، القناة الشفهية الشفاء، القناة الجسدية وحركات الجسم الإيماءات. وهنا قنوات غير مباشرة كالراديو والتلفاز يمكن أن تنقل الخطبة عبرهما. العنصر الرابع من عناصر الخطابة كما ترى معي، تعرفنا على الخطيب والخطبة والوسيلة، بقي المستمع وهو أهم أيضا عنصر، هو بيكاد يوازي عنصر الخطيب. هو الذي يستقبل الرسالة التي يرسلها المرسل. هذا تعرفهم يا شباب وهم في الاختبار. وقد يكون المستقبل فردا واحدا أو عدة أفراد أثناء الاتصال الذي يحدث وجها لوجه، لأن قد أخطب في فرد واحد كان يتغيب الطلاب عن الحصة فيحضر الطالب فأدرسه الحصة فهو مستقبل، أو يكون كل الطلاب حاضرين أو كل المدرسة في الساحة وأنا أخطب بها. قد يكون المستقبل عدة ملايين من الناس، ولكن هذا لن يحصل إلا عن طريق التلفاز أو وسائل الإعلام الأخرى. عندنا أيضا تحليل المستمعين. طبعا في مجال الخطابة يفضل أن يكون الخطيب عالما بحال المستمعين. فلو أن معلما دخل يدرس الصف الثالث الابتدائي أو الصف الأول المتوسط أو الثالث الثانوي، فيجب أن يعرف صفات هؤلاء الطلاب، هل هم في تخصص علمي أم شرعي. ولذلك في مجال الخطابة يهتم الخطيب بالمستمع. لماذا؟ لكي يفهم ميول المستمع ورغباته، ولا لن يكون هناك تفاعل. يعني يمكن أن يخطب الخطيب ساعة ثم لا ترى ميولا من المستمعين إليه. ثانيا، لكي يجعل الخطبة تتماشى مع تلك الميول أيضا حتى تؤثر فيهم وتكون يعني مناسبة لهم. لذلك يضع الخطيب في اعتباره حقيقة مهمة، وهي ضرورة لما يفكر فيه جمهور المستمع إليه، حيث إذا قبل أن تدخل إلى مكان لتخطب فيه يجب أن تحلل هؤلاء المستمعين، فتكون جاهزا لاختيار الموضوع المناسب، تختار موضوعا مناسبا لهم، تختار الأفكار التي تلامس احتياجاتهم، تختار الأساليب المناسبة لهم ورغباتهم لإيصال تلك الأفكار. فأنت أيها الخطيب عليك أن تكون ملما بهذه الأشياء لكي تكون ناجحا في خطبتك، وإلا ستفشل منذ الخطبة الأولى. طيب، في سبيل تحقيق ذلك يعمل الخطيب على تحليل المستمع من خلال صفاته والعوامل التالية. العمر، أعرف يجب عليك أن تعرف عمر المستمع، هل هو في الصف الثالث الثانوي، في الأول الابتدائي، في الثالث الابتدائي، وهكذا. اسأل عن عمره، عن جنسه. أيضا الخطبة للرجال غير النساء، والكلام الذي يقنع الرجال لا يقنع النساء، والذي يقنع النساء يقنع الرجال، وهكذا. يمكن لك أن تتعرف على جنس الشخص المستمع قبل أن تلقي عليه الخطبة. التكوين الاجتماعي، أيضا هناك عوامل تؤثر في المستمع، عوامل اجتماعية، عوامل نفسية. فقد يمر علينا في الفصل طلاب أيتام، طلاب فقدوا آباءهم، فقدوا أمهاتهم، قد يكونون يعانون من مشاكل نفسية في المنزل. فنتفاجئ بعد أن نلوم الطالب على عدم أداء الواجب أن هذا الطالب لديه ظرف اجتماعي في المنزل، توفي والده، توفيت والدته، يتيم. هذا الطفل أو هذا الطالب لم يتح له الذهاب إلى المكتب لشراء قلم لأن والده متوفى والمكتبة بعيدة عن بيته، وهكذا. لابد أن نفهم التكوين الاجتماعي لأي جمهور من المستمعين حتى نستطيع أن نوصل لهم الرسالة. الذكاء، طبعا ذكاء المستمع مهم في الخطابة والخطيب. إذا لم ينزل إلى مستوى هؤلاء المستمعين فإن خطبته تكون فاشلة. فهب أننا جئنا بخبير
في المركبات الفضائية ليلقي خطبة على طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي أو الصف الثالث المتوسط أو الصف السادس الابتدائي. تلاحظ أن الطلاب قد لا يتفاعلون مع هذا الذي يتحدث عنه هذا الخطيب، يتحدث عن المركبات الفضائية، يتحدث عن درجات الحرارة على القمر، يتحدث عن، فقد لا تكون مناسبة لطلاب الصف الثالث الابتدائي، ربما تكون مناسبة بنسبة 20% لطلاب الصف الثالث الثانوي. إذا الذكاء يلعب دورا في تلقي المستمعين للخطبة وفهمهم واستيعابهم لها. الميول أيضا، الميول مختلفة يا شباب بين الناس، فهناك أناس ميولهم خطبة دينية، هناك أناس ميولهم خطبة اقتصادية، خطبة اجتماعية وهكذا. ففي هذا الوقت الحالي كلما سمعنا عن طبيب يتحدث عن الكورونا وأسباب الكورونا ونصائح للناس، فتلاحظ أن الاتجاه أو الأفكار أو العقول تتجه إليه والآذان تصغي لما يقول وهكذا. فنحن الآن في ظرف استثنائي، فلذلك ترى أن الخطيب الذي يخطب عن الكورونا أو عن أسباب الكورونا أو عن أعراض الكورونا أو عن علاج الكورونا، تلاحظ أن العيون الآذان تصغي إليه، العيون تتجه إليه، الآذان تصغي إليه، العقول تفكر بما يقول. الأثر، إذا من الأشياء التي تخص المستمعين الأثر. تتضمن طبيعة العلاقة الاقتصادية بين المرسل والمستقبل وبين الخطيب والمستمع حدوث شيء ما نقل عليه صراحة الأثر، وهو يعد نتيجة حتمية لما يحدث بينهما. عفوا. طبعا الأثر هو الأثر الذي يتركه الخطيب على مستمعيه. فنلاحظ أنه كلما كانت الخطبة مؤثرة، كلما كان تفاعل المستمعين مع الخطيب، كلما كان الأثر واضحا على المستمعين. أيضا التجاوب هو كل ما يفعله المستمع تجاه المرسل، أي إرسال شيء ما من المستقبل إلى المرسل يتضمن التفاعل والحوار. والتجاوب مهم أيضا في الخطبة، لذلك لا بد أن يكون هناك تفاعلا بين أو تجاوب بين الخطيب والمستمع. الموقف الاتصالي أيضا، عندما ندرس الموقف الاتصالي يستدعي اهتمام ما يقال في دروس البلاغة، مراعاة الكلام لمقتضى الحال. لا بد أن نخاطب الناس يا شباب على قدر عقولهم. فالاتصال يعد نتيجة عوامل كثيرة من الحالة النفسية لكل من الخطيب والمستمع. وتلاحظ أن المعلمين الآن يخففون من الحصص عليكم، الشرح لمدة ربع ساعة، 20 دقيقة، 10 دقائق، لأن كما يقولون لا توجد تهيئة نفسية لمثل هذا الدرس في هذا الوقت الذي نعيشه الآن. فتلاحظ أن تفكير الناس كله في متى تزال هذه الغمة، متى ينتهي هذا المرض، متى يجدون علاج له وهكذا. فالحالة النفسية تلعب دورا كبيرا في استماعنا وإصغائنا للمرسل. في الحصة القادمة بإذن الله تعالى سنتوقف عند مهارات بناء الخطابة، وسنعود إلى درس مهارات الخطابة والإلقاء لنجيب عن التدريبات فيه وللتعلق بما شرحناه في الحصة الماضية. سيكون هناك نشاط مصاحب بإذن الله تعالى لهذا الدرس.